الرحمن الرحيم. لميسي عبد الناصر، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون. الحمد لله احنا مقضيين على عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام، إن شاء الله يجعل هذا الشهر الفضيل اليوم بركات علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب المغربي وعلى الأسرة الملكية الشريفة. عندنا مجموعة من النصائح متعلقة بالمواطن والمستهلك على وجه التحديد، خصوصا اليوم كاين واحد الاقبال بشكل تزايد على السوق المخصص للبيع الاغنام، وهناك مجموعه من النصائح اللي متعلقه للمواطنين وكتقوم به الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك طيله السنوات الماضيه في اقتراب عيد الاضحى. اول مرحله كنقوم بها كجمعيه لتوعيه المواطنين والمستهلكين فيما يخص التريات في عمليه الشراء، نظرا للزياده كتكون داخل الاسواق. كذلك هناك المرحله الثانيه كنقوم بها اللي هي التوعيه ديال المواطنين عند اقتناء الاضاحي، على سبيل المثال خصوصا عمليه الترقيم كتقوم بها المصلحه ديال لونسا اللي في العيون، كتقوم الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك في مدينه العيون على توعيه المواطنين داخل الاسواق المخصصه لبيع المواشي في الاغنام. وكذلك الرحبات اللي كتكون مؤقته على ملاحظه ديال الترقيم، هي الحلقه الصفراء المتواجده في الاذن ديال الماشيه، واللي هي صراحه مهمه فيما يخص تتبع المسار ديال الاضحيه على انها سليمه، يعني عندما يقوم المواطن والمستهلك بعمليه الذبح بعد الصلاه يجب الاحتفاظ بالترقيم خصوصا من ديك الحلقه، نظرا في حاله وجود اي مثلا شبهه داخل مثلا الساقطه. كذلك توعيه المواطنين في عمليه التخزين اللي كتقوم بها المواطنين على وجه التحديد بعدما تقوم عمليه الذبح، طريقه ديال التخزين، طريقه دي مثلا ديال تقطيع اللحوم، المده الزمنيه، كذلك المده الزمنيه اللي كيستغرق المواطن في عمليه ديال الذبح، خصوصا حنا مقبل على شهر اللي هو مقبل عفوا على فصل الصيف. كان المرحله الثالثه وهي الاخيره كنقوموا احنا كجمعيه بالتوعيه والتحسيس الجزاله، خصوصا في عمليه ديال الذبح كيفية التعامل مع الساقطة، على سبيل المثال الزير الرسمي ديال الجزار أن يكون مثلا طابلية بلوزة خاصة به، كذلك يكون خالي من الأمراض، أن يحتوي على بطاقة خاصة به اللي هي بطاقة ديال عنه خالي من الأمراض. كذلك تكون مثلا العملية ديال الذبح اللي من الأدوات تكون معقمة. كذلك المرحلة الأخيرة اللي هي أن تكون مثلا جميع الأحياء النظيفة، الجمعية كتقوم بتوزيع ديال الأكياس البلاستيكية داخل الأحياء من أجل المحافظة على نظافة المدينة.